بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا الموعد الرمضاني. بطولة العالم للملاكمة في قطر، الحلم الذي أصبح حقيقة، والاتحاد القطري للملاكمة سعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم، والحمد لله سنكون على موعد مع بطولة العالم للملاكمة من 5 إلى 18 تشرين أكتوبر القادم. يسعدنا أن نستضيف للحديث عن هذا الموضوع السيد يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد القطري للملاكمة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي. أهلا وسهلا سيد يوسف. أهلا وسهلا. والضيف ثقيل الظل اليوم هو السيد الدكتور وو، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. مرحبا. شكرا جزيلا. إذن بطولة العالم للملاكمة في قطر، البداية ستكون العودة إلى نقطة بداية هذا المحور، وهو الفوز بتنظيم قطر بتنظيم بطولة العالم للملاكمة. مع الأستاذ يوسف، يعني لنعود إلى نقطة البداية وأخذ هذه الثقة الكبيرة من الاتحاد الدولي ومن الجامعات المحلية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أحيي مشاهدي قناة بين سبورت، وأنا سعيد أن يكون موجود في هذه القناة ونتحدث عن استضافة بطولة عالم لأول مرة تقام على مستوى الوطن العربي. حقيقة احنا قدمنا ملف متكامل لاستضافة بطولة العالم للملاكمة، علما كان هناك منافسين معنا في هذه البطولة من دول كذلك عريقة ولها تاريخ كبير وطويل في لعبة الملاكمة. إلا ولله الحمد، أثناء اجتماع المكتب التنفيذي في جزيرة جيجو في كوريا، كان هناك تقديم عروض لملفات الدول التي سوت تستضيف بطولة العالم 2015. ولله الحمد كان ملف قطر متكامل من حيث المرافق الرياضية، من حيث الفنادق، من حيث المواصلات، الأمن. فحقيقة أعطى نوع من الثقة الزائدة لأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، علما كان هناك منافسين من دول أخرى. إلا أنه ولله الحمد ملف استضافة بطولة العالم للملاكمة في قطر حازت إعجاب الجميع أثناء وجودهم في كوريا، ومن هنا بدأ مشوار التحدي الأكبر لتنظيم هذه البطولة في دولة قطر. دكتور وو، يعني طبيعي جدا أن يكون كل رئيس اتحاد عندما يقع اختيار بلد لتنظيم بطولة العالم بعد سنتين أو بعد سنوات، دائما ما يكون مشغول بهل يمكن أن ذلك البلد سيكون مستعد كما ينبغي، هل يمكن أن ذلك البلد سيعطي صورة للاتحاد الدولي على حسن تنظيم وسير بطولة العالم. كيف كانت يعني الاتحاد الدولي مع قطر في الإعداد لتنظيم هذه البطولة العالمية؟ أريد أن أقول وأن بطولة العالم للملاكمة التي تحتضنها دولة قطر هي مؤهلة للألعاب الأولمبية التي تحتضنها مدينة ريو في البرازيل عام 2016. إذن كل الملاكمين سوف يتهافتون على هذه البطولة. حينما يترشحون على المستوى القاري يأتون إلى قطر للمساهمة والمشاركة في بطولة العالم لكي يتأهلوا للألعاب الأولمبية التي تحتضنها ريو 2016. أنا جئت عام 2006 وحضرت الألعاب الآسيوية التي نظمتها دولة قطر،
وأريد أن أقولها بشفافية وبصراحة، قطر نظمت العاب الآسيوية من العاب آسيوية من طراز عال وليس ثان لها. وطبعا البطولة العالمية حينما فتحنا المجال لاحتضان هذه البطولة سعدت جدا برأي دولة قطر تقدم ملف لاحتضان هكذا حدث، والأيبة أو الاتحاد الدولي للملاكمة كان مسرورا جدا بهذا الملف ولم يرودنا أي شك، وصوتنا بالإجماع لدولة قطر، وهكذا حصلت قطر على شرف استضافة البطولة العالمية للملاكمة. ولدينا في هذه الأيام اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للملاكمة يوم أمس وأول أمس في دولة قطر، والكل تكلم على الاستعدادات الحثيثة والجيدة التي تقدمها دولة قطر، وأنا متأكد أن استضافة دولة قطر للبطولة العالمية لن يكون لها ثان لها، وأنا سعيد بأن أكون هنا متواجدا في شهر أكتوبر إن شاء الله. حللتناه اهلا ونزلت سهلنا. سيد يوسف، يعني بصراحه هذه الثقه الكبيره الا تحملكم مسؤوليه اضافيه في حسن تسيير وتنظيم البطوله القادمه؟ اكيد بلا شك، احنا ولله الحمد في قطر لدينا البنيه الاساسيه القويه اللي بامكان من خلالها نستطيع ان ننظم اي فعاليه او اي نشاط سواء عربي أو آسيوي أو دولي في آن واحد. أنا أعتقد أنه ما عندنا مشكلة في استضافة هذه البطولة، والآن أثناء وجود المكتب التنفيذي الاجتماع في قطر حبينا أن نأخذهم في زيارات ميدانية للتعرف. هنا في هذه النقطة بالذات سيد يوسف، لأن المكتب التنفيذي حل بكامل تقييمه في الدوحة، واجتماعات ماراثونية على مدى 3 أيام. تقرير مفصل يحكي لنا هذه القصة. بعد النجاح الذي أبهر العالم في احتضان العديد من الملتقيات الرياضية العالمية، مرة أخرى تضرب قطر موعدا جديدا مع النجاح في الاستعداد لتنظيم بطولة العالم للملاكمة، والتي ستدوم 13 يوما في شهر أكتوبر تشرين القادم. بطولة نوعية بكل المقاييس لأول مرة في تاريخ بطولات العالم للملاكمة من خلال شروط المشاركة فيها، وباعتبارها مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو. لهذا سيحضر فقط 260 ملاكما من مختلف القارات، وهم ممن اعتلى منصة تتويج قاريا. أيام قادمة تمتد فيها الأعناق إلى الدوحة لمعرفة من سيحصد التأشيرة الأولمبية من الحلبة القطرية إلى ريو البرازيلية. لكن قبل هذا الموعد حل بالدوحة ضيفا مبجلا الدكتور شينغ كو وو، مرفوقا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لدراسة العديد من النقاط لعل أهمها استعداد قطر لاستضافة هذا المحفل الدولي. فكان الاجتماع الفني صباحا والزيارة لصالة علي بن حمد العطية مساء، وأبدى الكل إعجابه الشديد بهذا المعلم الرياضي. أقل من 100 يوم تفصيلنا عن الموعد النهائي، ودخلنا في المنعرج الأخير، ولجنة التنظيم استعدت كما ينبغي من جهتها، والمنتخبات تضع آخر اللمسات للقدوم إلى الدوحة، موعد ستدخل فيه الملاكمة تاريخا جديدا من مرحلة الثورة التي قام بها الاتحاد الدولي للملاكمة لتطوير هذه الرياضة على جميع الأصعدة، وقد بدأ يجني ثمارها. لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى ستستمر هذه الثورة؟ دكتور وو، حقيقة يعني صوتتم بإجماع إلى الملف القطري لدى زيارتكم هذه الأيام إلى القاعة والفنادق والاكتشاف المواصلات، يعني هل حقيقة وجدتم ما صوتتم من أجله؟ Yes, I think اعتقادي بعد زيارتنا للمنشآت الرياضية والفنادق والمنشآت، الشيء الأول من المطار، عند نزولنا في المطار قلنا أن هذا مطار جيد ورائع، ثم انتقلنا من المطار إلى الفندق وكانت حركة المرور تمر بانسيابية جيدة، إذا رأينا كل شيء على أحسن ما يرام، إذا التجهيزات تسير على أحسن ما يرام، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للملاكمة سعيد جدا، طبعا الأكل جيد وحسن الضيافة جيد جدا، إذا لدينا ثقة
عمياء وكبيرة في الاتحاد القطري للملاكمة تحت أمرة السيد يوسف، وأنا متأكد أن السيد يوسف ومن معه سوف يعطونا بطولة عالمية لا ثاني لها مثل ما قلت. أستاذ يوسف، حقيقة لدى الزيارة أنا كنت متواجد مع أعضاء المكتب التنفيذي وسمعت يعني العديد من الحقيقة من رؤساء الاتحادات، حتى منها رؤساء الاتحادات الإقليمية يعني الآسيوية والإفريقية، يعني قالوا بأن لأول مرة ستقام بطولة عالم الملاكمة في صالة بهذه الامتيازات. حقيقة أنا شهادتي مجروحة لهذه الصالة، لكن أنا يعني كنت متأكد أن فعلا هذه الصالة متعددة المهام وتخدم الملاكمة بشكل أساسي، خاصة ولله الحمد احنا نملك يعني صالات عديدة. يمكن أثناء زيارة الدكتور فو في بطولة العالم لكرة اليد أنا عرضت عليها الصالة الأولى في الوسيل، كنا موجودين في الافتتاح، نعم، واطلع على هذه الصالة وشاف أن الصالة فعلا يعني انبهر بالتصميم الموجود والبنية التحتية. قلت له انتظر لا تستعجل، بنطلع إن شاء الله غدا على الصالة الأخرى وهي صالة علي بن حمد العطية بالسد. فعلا أثناء زيارته للصالة بعد دخوله للصالة وتفقد لبعض المرافق، نعم، في الصالة قال خلاص أنا لا أريد تغيير مكان آخر، أنا الآن كرئيس الاتحاد الدولي أطلب هذه الصالة تكون لتنظيم بطولة العالم، لأن فعلا هذه الصالة تعتبر من أفضل الصالات شفتها في حياتي، رغم أنه هو له جولات كثيرة وزيارات عديدة لدول العالم، إلا أنه كذلك رجل يعني يعمل في التصميم. فقال أنا يعني رجل أرتيتك لأول مرة أرى مبنى بهذا المستوى بهذا التصميم بهذا الإبداع الرياضي الفني اللي ممكن يكون مفخر لنا احنا كاتحاد دولي للملاكمة أن ننظم بطولتنا في هذا المنشأة. وأنا أعتقد أن اختيارنا موفق سواء للمنشأة أو للمرافق الموجودة بشكل عام في دولة قطر. إلى جانب رأي الدكتور وكنت سمعته شخصيا قال هذا الكلام، هناك كذلك العديد من الآراء من زوار يعني المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي كانوا أبدوا آراءهم في قاعة علي بن حمد العطية. الإطار اللي جينا فيه هو الاجتماع المكتب التنفيذي للاتحادية واللي كنا صادفناه هنا في الدوحة حتى يكون لنا شرف باش نزوروا المكان اللي راح تقوم فيه البطولة العالمية للملاكمة إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله. نحن هنا في إطار اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي أنا عضو فيه. لقد انبهرنا بكل شيء، الإقامة والأكل وكذلك التنقل. لابد أن نشكر رئيس الاتحاد القطري للملاكمة لأنه عندما قدم لنا الصور في إسطنبول لم نكن نتوقع أن ذلك حقيقي. في الواقع هذا شيء رائع، وبالنظر إلى ما شاهدناه يمكن اعتبار قطر من مجوهرات العالم. Well, it's my first visit, and I must tell you that it's very impressive. هذه زيارتي الأولى، وأنا حقيقة منبهر. أعتقد أن التجهيزات وخاصة هذه الصالة الرائعة ممتازة. ميدان اللعب وحتى التجهيزات الأخرى كلها ممتازة. إن هذه التجهيزات تفوق ما نطلبه نحن لتنظيم بطولة العالم للملاكمة. أعتقد أن هذه التجهيزات فخمة، مما يوحي بأن البطولة ستكون فخمة ومن الطراز العالي. أريد أن أقول أنني منبهر جدا بهذه التجهيزات. لقد قام الاتحاد القطري بالإعداد بشكل جيد ورائع لتنظيم بطولة العالم. كل أعضاء المكتب التنفيذي انبهروا بهذه التجهيزات. هذه هي الزيارة الأولى لي إلى مدينة الدوحة. إنه مكان رائع جدا والبلد جميل. دكتور، هل يعني القاعة إن كانت جاهزة كما ينبغي وكانت احتضنت يعني بطولة العالم لكرة اليد من أجمل التظاهرات التي صارت في تاريخ كرة اليد كذلك، ونتمنى أن تنسج على منوالها الملاكمة، من جهة الفنادق والمواصلات يعني هل لك رأي في ذلك؟
the hotel. فيما يخص الفنادق لديكم الكثير من الفنادق من الطراز الأول نزل وفنادق ذات الخمسة نجوم. طبعا ليس لدي أي شك في جودة هذه الفنادق. نحن في فندق الفور سيزنز وهو فندق معروف في العالم من حيث الجودة. إذن بقاؤنا في الفور سيزنز يبين وأننا سوف نعطي الإقامة الجيدة لكل الوافدين. أنا استمتعت كثيرا ببقائي أو بتواجدي في هذا الفندق. أنا سعيد جدا وأنا متأكد جدا وأن البطولة العالمية وكل من سيتوافد على دولة قطر سيكون مسرور بالإقامة في هذه الفنادق. إذن أريد مرة أخرى أن أجدد شكري للاتحاد القطري للملاكمة على هذا التنظيم الجيد وعلى هذا التنظيم المحكم للاجتماعات. سيد يوسف، المباريات أو النزالات ستدور على حلبتين في صالة علي بن حمد العتيق. يعني كيف كلجنة التنظيم يعني أحضرتم واستعددتم للتدريبات للتمارين للتنقل منصة الصحفيين إقامة الصحفيين إقامة الحكام التي لابد أن تكون بعيدة نوعا ما عن إقامة الوفود المشاركة؟ صحيح، أنا أعتقد أن الشيء الممتاز أن الصالة، نرجع للصالة مرة أخرى، فيها يعني مزايا كثيرة، ومن ضمن هذه المزايا فيها صالات التدريب. يعني الآن هي خففت علينا حتى يعني حركة التنقلات للاعبين لمواقع مختلفة. لدينا من الصالات الموجودة، وتم تجهيز 8 حلبات ملاكمة رغم الاتحاد الدولي طلب منا 6، احنا ضفناها خليناها 8. يعني في عندنا يعني خدمات قدمناها بشكل كبير تخدم وتريح جميع اللاعبين الموجودين، خاصة وأن هذه البطولة تعتبر بطولة يعني فيها نخبة من لاعبين العالم. يعني 260 لاعب تم أو سيتم اختيارهم من خلال 5 قارات تلعب خلال الفترة القادمة. يعني لليوم لم نعرف مين متأهل. نعم. يعني خلال الفترة القادمة في شهر 8 و9 هيتضح منهم اللاعبين التي سوف يكون لهم الشرف في التواجد في قطر واللعب على التأهيل الأولمبيات في البرازيل. أنا أعتقد أن الصالة مهيئة ومؤهلة أن تكون للمدربين، للحكام، حتى كذلك في غرف خاصة للحكام، أتكلم أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى المدربين أنفسهم. يعني وفرنا أو توفرت الخدمات في نفس الصالة بشكل مريح جدا. هناك صالات التدريب، هناك صالات للاجتماعات الجانبية، هناك صالات لتوجيه الحكام بشكل رسمي، هناك صالات كذلك للصحفيين والإعلاميين لتقديم لديهم من عرض أو مقابلات أو ما شابه ذلك. نعم. بالإضافة إلى مواقع في الصالة نفسها للإعلاميين أمام المنصات الموجودة للتواصل معها. بالإضافة للحلبتين اللي ما تفضلت في أثناء سؤالك، نعم حتكون حلبتين موجودة، والحلبتين حتبدأ خلال المباريات التمهيدية، وفي النهائي طبعا حيكون عندنا حلبة واحدة وحنشيل الحلبة برا، وحيكون إن شاء الله هذا الحدث سيكتبه التاريخ من ذهب إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور ووبنب، يعني الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالتنسيق مع لجنة التنظيم لبطولة العالم، أكيد أن رؤيتكم واستراتيجيتكم لهذا الحدث الرياضي نريده أن يكون كذلك حدث رياضي ثقافي إعلامي. هل لديكم رؤية مستقبلية في كيفية التنسيق، ربما في كيفية التعريف بهذه الرياضة في الشرق الأوسط في الوطن العربي، لأن المشاهدين سيكون بعدد كبير، وكذلك استيعاب الجماهير؟ يعني ما هي الطريقة المثلى ربما التي أعددتموها لمثل هذه المهرجان الرياضي الثقافي؟ Yes, I think في اعتقادي بعد زيارتنا لهذه المحطة الجميلة، محطة البين سبورتس التي هي من الطراز العالي، فهذا يعني وأن الترويج الإعلامي سيكون موجود. أنت تعرف أنه من الناحية الإعلامية أنت تحتاج لمساندة ومجاهدة رجال الإعلام، وبالطبع أنا متأكد وأن هذه القناة الجميلة سوف تروج لهذا الحدث العالمي. الكل يعرف أن البطولة العالمية سوف تحتضنها دولة قطر، والكل يعرف أن بطولة العالم للملاكمة هي تؤهل
للألعاب الأولمبية لمدينة ريو عام 2016. إذا نحن نحتاج الإعلام، ولكن نريد أن نروج لبعض الأحداث المصاحبة لكي يرفع الناس عن أنفسهم وحتى قبل بداية البطولة. وطبعا أنا ناقشت هذا الأمر مع رئيس الاتحاد القطري للملاكمة، وطبعا تكلمنا في هذا الشأن، وطبعا سيكون هناك بعض الفعاليات في بعض الملاعب، وطبعا هذا يجلب انتباه كل محبي الملاكمة من جميع أنحاء المعمورة. هذا يعني أن هذا سيمهد للبطولة العالمية في دولة قطر، وطبعا هذا شيء مهم من ناحية الترويجية. وأيضا ستكون هناك كثير من الكثير من الأشياء التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية القطرية، والكل سيعلم بهذا الحدث، وطبعا سوف تمرر هذه الأفكار اللجنة الأولمبية الدولية، وستكون هناك ترويج رائع وجميل لبطولة دولة قطر لكي نجلب العدد الكبير والآلاف المؤلفة من الجماهير. أنا طبعا استدعيت كل أعضاء اللجنة التنفيذية لكي يقفوا على حقيقة الأمر، وهذا ما يفسر تواجدهم في الأيام يوم أمس ويوم أول أمس، وطبعا هم وقفوا على الحقيقة. إذا أعتقد جازما وأن المنشآت هي من الطراز الأول، الناحية التحكيمية والناحية الترويجية والناحية التنظيمية هي من الطراز الأول، ونحن سعداء وراضون عن هذا التنظيم. على ذكر المنشآت دكتور وو، صالة علي بن حمد العطية، هذه الجوهرة، هذه التحفة التي صممتها لنا الأيادي القطرية، لنشاهد هذه الصور. تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة، هذا لا يكفي. الزميل فاتح خذيري أعد لنا تقريرا مفصلا عن صالة علي بن حمد العطية. صالة علي بن حمد العطية تم الانتهاء من بنائها كليا في نهاية شهر نوفمبر 2014. بنيت القاعة على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع، أما المساحة الإجمالية فتقدر بأربعة وخمسين ألف متر مربع. أهم خصائصها هو تصميمها الخارجي المقوس الشكل المفعم بالحيوية الذي أضاف عليها رونقة وجمالا. تحتوي الصالة على ملعب رئيسي وملعبان لإحماء اللاعبين. هذه القاعة هي من بين القاعة الثلاث التي ستحتضن الحدث العالمي، وهي ثاني قاعة من حيث سعة مقارنة بالقاعتين الأخرتين، حيث تتسع لسبعة آلاف وسبعمائة متفرج. إضافة لكونها قاعة تستضيف منافسات كرة اليد، فهي كذلك مخصصة لكرة الطائرة والبادمنتون والجمباز، كما أن أرضية الملعب يمكن تحويلها لملعب هوكي الجليد مطابقا لمواصفات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في زمن لا يتعدى 48 ساعة. فضلا على كل هذه المواصفات، فإن القاعة تمنح خصوصية كاملة لكبار الشخصيات والرياضيين، كما أن تصميمها حاصل على أربعة نجوم من نظام التقييم العالمي JSAS. وبعد انتهاء مونديال كرة اليد 2015 ستصبح الصالة الرئيسية لنادي سد.
صالة السد 7500 مقعد جمهور، فهي تلعب عليها أكثر من لعبة، هي متعددة الأغراض، تلعب عليها كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، بالإضافة إلى أن عندنا في صالة علي بن حمد العطية تتغير الصالة، تصير إلى حلبة جليد خلال 48 ساعة، نقدر نحولها من 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 ملعب كرة يد أو كرة قدم داخلية داخل الصالات إلى اللي هو الآيس هوكي، الهوكي الجليد، خلال 48 ساعة تحول. إذن أستاذ يوسف، يعني صالة كامل المواصفات، كلمة أخيرة عن الصالة وعن الفضاءات المتواجدة فيها من صالات كبار شخصيات، من حجرات الملابس للملاكمين للحكام للمدربين للكل. يعني يمكن الصالة تتميز حقيقة بعدة مهام، فيها صالات الفي اي بي، الفي في اي بي، وفي صالات كذلك الفي اي بي ممكن تعطى للسبونسر او الرعاة، نعم، ممكن يستفيد من هذه الصالات، بالاضافه فيها مجلس الاستقبال على مستوى عالي جدا لاي شخصيه تحضر لقطر لمشاهده بطوله العالم الملاكمه، حتى يعني الصاله مهيئه لاستقبال الشخصيات الكبيره، بالاضافه الى الصالات المتعدده او الغرف المتعدده للتدريب، بالإضافة لغرف الحكام وغرف اللاعبين وغرف المدربين، وكذلك فيها مستشفى متكامل باختصاصاته وعلاج متكامل لأي إصابة تكون موجودة. أنا أعتقد أن الصالة تعتبر عبارة عن مدينة مسقرة مكتملة بجميع المزايا ممكن يستفيد منها اللاعب والجمهور في آن واحد، بالإضافة للفريق الفني لكل دولة مشاركة. أنا أعتقد أن اختيار الصالة وتصميم الصالة هيعتبر حديث العالم لسنوات عديدة للعبة الملاكمة. دكتور وو، نتحدث عن الاتحاد الدولي، بصراحة نستغل فرصة تواجدك معنا، لا يمكن أن نفوت هذه الفرصة. بطبيعة المتأمل في تاريخ الاتحاد الدولي للملاكمة، وهذه حقيقة لا ينكرها أي أحد، يعني منذ إشرافكم على الاتحاد الدولي هناك ثورة حقيقية، لوائح قانونية، تنظيم، بطولات جديدة، منظمات مصغرة جديدة داخل الآيبا، يعني هناك ثورة بأتم معنى الكلمة أنجزتموها في هذه السنوات. رؤيتكم المستقبلية للاستمرار في تنجيز وتحقيق أهداف هذه الثورة؟ Yes. I think the changes is كلامك جميل وصحيح، والتغيير هو شيء مهم وهام ولازم. قبل أن أتسلم زمام الأمور، الملاكمة كانت في حالة غير جيدة، وطبعا حتى كانت هناك نوايا لمنع الملاكمين من المشاركة في ألعاب الأولمبية، ولكن من ثم حدثت بعض التغييرات، وأردنا أن نقوم بتنظيف البيت، وأكدنا على مبدأ الشفافية. لقد تخلصنا من فكرة الغش والاحتيال، لا يمكن لشخص أن يتحكم في الآخر، لا للمانيبوليشن أي التحكم في الآخرين وأحاسيس الآخرين. أنا أكدت على شفافية وقلت وأننا نحن نحيا بفضل الملاكمين، وبالطبع أنا جئت بأفكار جديدة، صحيح، ولطالما قلت وأن المجهود الذي بذلته ليس بالمجهود الكافي، لابد أن ننظف هذه الرياضة ونجعلها شفافة بأتم معنى الكلمة، ولدينا العديد من البرامج التي نطورها، وبصدد التطوير، ومثل ما قلت لك نحن نركز على القارة السمراء، نحن نركز على الشرق الأوسط، نحن نركز على بلدان الكاريبي. إذن كل هذه الأشياء هي تأتي ضمن منظومة لمدة 4 سنوات سوف نطور بها لعبة أو رياضة الملاكمة. سوف ترون من البطولة العالمية التي تحتضنها دولة قطر أنها ستكون البطولة الأحسن في تاريخ الملاكمة العالمية. أستاذ يوسف، بحكم أنك أنت يعني رئيس اتحاد قطري ونائب رئيس اتحاد آسيوي وتلامس يعني بصراحة هذه المسيرة التي يمكن أن نسميها الذهبية للسنوات الأخيرة للاتحاد الدولي للملاكمة، هذه التغييرات الجذرية، يعني كيف يعني ترى أنت كرئيس اتحاد للملاكمة مستقبل هذه الثورة؟ دعني أكون صريح معك، يمكن أثناء استلام الدكتور فو الاتحاد الدولي للملاكمة بدأ بعمل قواعد قوية
لصلابة هذه اللعبة بشكل قوي على مستوى العالم. نعم. حقيقة مثل ما تفضل أثناء حديثة كانت هناك في يعني تجاوزات كثيرة وعديدة في لعبة الملاكمة، لكن أثناء وجوده حاول أن ينظم تنظيم جيد ووضع معايير ومواصفات. مثل جينا للحكام هناك في نجوم، نجمة أولى، نجمة اثنين، نجمة ثلاثة، يعني ما في حكم إلا يكون تأهل تأهيل صحيح، يعني يأخذ الدورات التأهيلية حسس فعلا يرتقي تدريجيا ليصل للمستوى الذي يعني يناسب أو يشرف لعبة الملاكمة إن صح التعبير. بالإضافة للمدربين، وهذه الأول مرة كذلك تعمل في الآيبة من خلال ترأس الدكتور فو، كذلك عمل نظام للمدربين. لم يكن أي مدرب يأتي من أي لعبة ويشارك أنه هو كمدرب عدو، لا، هناك في كذلك معايير ومواصفات، وهناك كذلك دورات تدريبية وتأهيلية للمدربين، ومن بعد يصقل هذا المدرب يكون فعلا مدرب على مستوى يفهم لعبة الملاكمة ويعرف كيف يتلاعب معها أو يتعامل مع حلبة الملاكمة. ضف إلى ذلك حتى المشرفين الفنيين في لعبة الملاكمة، يعني أنا لاحظت ولمست على أرض الواقع لم يكن أي مشرف، زمان كان أي مشرف ممكن يجي يشارك وينظم في عملية الترتيب والتنظيم، هناك لا، هناك معايير ومواصفات. لم يشارك أي مشرف على أي بطولة إن لم يكن حاصل على تأهيل عالي من الاتحاد الدولي للملاكمة. أنا أستطيع أن أقول فعلا لعبة الملاكمة انتقلت انتقال تدريجيا لكن بثبات قوي. الآن لعبة الملاكمة فيها ثلاث أنواع من الألعاب، هناك لعبة الهواء ولعبة الـ WSB ولعبة الـ ABB اللي هي الاحترافية، يعني هناك في رؤية موجودة مستقبلية استطاع هذا الاتحاد الدولي أن يعطي فرصة لجميع اللاعبين. إذا حبيت تلعب مع الهواء هذا الآن موجود، إذا حبيت تلعب مع الشبه الاحتراف الـ WSB مع الأندية موجود، إذا حبيت تكون بروفيشنال هذا موجود. ومن يدعم هذا؟ الاتحاد الدولي هو من يدعم هذا الشيء. على ذكر هذه شبه المنظمات أو المنظمات المصغرة دكتور التي ذكرها السيد يوسف الكاظم، حقيقة يعني ليس كل مشاهد أو كل رياضي يعرف ما معنى WSB أو APB أو AOB. هل لك دكتور أن تفسر لنا يعني ما معنى WSB, IPB والAOB؟ Okay, I think the AOB. سؤال وجيه. الAOB هذا يعني الأيبة أو الملاكمة المفتوحة لمنظمة الملاكمة العالمية. AOB أي أيبة Open Boxing. يعني المنافسات المفتوحة للكل. ولدينا مسمى آخر WSB World Series Boxing. World Series Boxing هو فيها 10 أصناف. 10 أصناف من الملاكمين، ولأنهم يتنافسون مع بعضهم البعض في شكل فرق، ولكن هي منافسة احترافية ومحترفة مقننة بطريقة محترفة، ولا يرتدي فيها الملاكم واقي الرأس ولا واقي الصدر ولا ويقوم بالملاكمة لمدة يومين، وتسلط الأضواء على منافسات الملاكمين. WSB هي أو ستخاض لأول مرة الورد سيريز بوكسينج، إذن هي مشاركة للفرق على مستوى دول، فريق لنقل من الشرق الأوسط أو من مدينة أو من بلد في الشرق الأوسط يتنافس مع فريق من بلد من أمريكا على سبيل المثال، وتبين أن WSB تستقطب الكثير من المشاركين. APB باللغة الإنجليزية وهي اختصار لكلمة الأماتور بروفيشنال بوكسينج، ألا وهي منافسات الملاكمة الخاصة بالهواة والمحترفين، ومسماها هو APB، ويمكن للهواة ويمكن للمحترفين أن يشاركون، يمكن أن يذهبون إلى الألعاب الأولمبية، وبالتالي المحترفون لديهم الفرصة للترشح للألعاب الأولمبية، ولكن نعطي الفرصة الآن للAPB. APB أي إذا كنت محترفا أنت مرحبا بك للمشاركة، وإذا كنت أماتور بمعنى هاون فأنت مرحبا بك في المشاركة، فهي تجمع بين الاحترافية وبين الهاوين، وبها هذا نكون قد وسعنا من أصناف المنافسات في ميدان الملاكمة، ونعطي الفرص الكثيرة والكبيرة لكل الملاكمين والرياضيين. الAPB والWSB
يمكن أن يخوضوا الأدوار التأهيلية لكي يذهبوا إلى الألعاب الأولمبية، وهذا يحدث لأول مرة. إذن في الموسم القادم والسنة القادمة مدينة ريو الجميلة في البرازيل سوف يكون فيها ملاكمون محترفون بأتم معنى الكلمة، وبعد ذلك وبعد انتهائهم يمكن أن يعودوا إلى صنف الأي بي بي أو صنف الدبليو إس بي، صنف الأي بي بي صنف المحترفين والهواة وصنف الورد سيريز بوكسينج. هذا يعني أنني أردت أن أفتح الأبواب أمام الملاكمين حتى إذا وصلوا إلى سن التقاعد الذي هو يكون دائما عند سن 34. الآن مددنا هذه المدة وأصبح بإمكان الملاكم أن يتقاعد عند سن 40، وبالتالي يمكن أن يجني الأموال ويستريح في حياته. وبالتالي أنا حسنت هذه الأمور وتبين أن القرارات التي أخذتها صحبة زملائي كانت ناجعة وفعالة، ونحن نريد أن نستقطب أكبر عدد من الملاكمين. أعتقد أنني شرحت لك هذه الأصناف ضمن منظمة الأيبة ألا وهي الاتحاد الدولي للملاكمة. بالنسبة عند إشرافكم أنزلتم عدد جولات الملاكمة من 4 جولات إلى 3 جولات في الـ AOB، ولكن في الـ APB في الـ WSB على ما أظن 5 جولات، وفي الـ APB من 6 إلى 10 جولات. Yeah. Yes. APB. بالنسبة للأي بي بي الأماتور بروفيشنال بوكسينج من 6 إلى 12، هذا يعتمد على الألقاب التي يحصدها الملاكم. لديك البطل في الأي بي بي ولديك أيضا منافسة الألقاب، وبالتالي ولديك المنافسات والنزال الذي يؤدي إلى 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 البطل. طبعا الجولة تستمر لمدة 3 دقائق. بالنسبة للدبليو اس بي هناك 5 جولات، كل جولة تستمر 3 دقائق. بالنسبة للأي او بي 3 جولات، كل جولة تستمر 3 دقائق. بالنسبة للنساء 4 جولات، وكل جولة تستمر 2 دقيقتين. إذا هذا هو الإطار العام للمنافسات، وهذا يعتمد طبعا على الجنس الملاكم. الأي او بي 3 جولات 3 دقائق، دبليو اس بي 5 جولات 3 دقائق، والأي بي بي 6 جولات من 6 إلى 12، وهذه الفكرة العامة تقريبا. سيد يوسف، حقيقة إضافة إلى هذا التنوع هناك كذلك عقود أبرمت من الاتحاد الدولي مع هؤلاء الملاكمين المتميزين الذين يشاركون في الأي بي بي والدبليو اس بي. يعني أنا سمعت حتى أن هناك عقود مغرية جدا حقيقة، وهي ربما تغلق الباب أمام طموحات هؤلاء الملاكمين ربما للذهاب إلى منظمات محترفة أخرى. صحيح، هذا يمكن الدكتور فو هو من ساهم حقيقة بالحفاظ على الملاكمين واللاعبين بشكل أكبر. مثل ما تفضلت أن اللاعب بعد ما يخلص من الهواء وين ينتقل؟ ينتقل على احترافيه في أي مكان آخر، لكنه فتح لهم باب رزق آخر وكذلك فرصة أكثر بإمكانه يشارك في الدبليو اس بي وبإمكانه يشارك بشكل أكبر في البروفيشنال والاي بي بي. وأنا أعتقد أن هناك في دفع مغري لهؤلاء الملاكمين، وأعتقد أن هذا الدفع المغري بإمكانه أن يستمر أكثر ويخفف حتى معاناة أسرته. يعني طبعا اللاعب الآن وبحاجة أن يكون حد من يموله يعني. وأنا أعتقد أن الأيابة بدأ فعلا بهذا التفكير والوصول لهذا احنا نسميها المعادلة المتوازنة في انتقال اللاعبين بشكل جيد يعني وحفاظ على استمراريتهم في الأيابة. دكتور، تحدث الأستاذ يوسف على التمويل، تمويل الملاكمين وهذه العقود. حقيقة نحن شخصيا نتابع بطولات العالم ونعلق عليها في قنواتنا بين سبورتس. يعني صحيح أن السيطرة ربما انقلبت من الشطر الغربي من الكرة الأرضية من كوبا وأمريكا والمكسيك والأرجنتين إلى الشطر الشرقي إلى كازاخستان وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا ومنتخبات أخرى صعدت حتى على المستوى الأولمبي وعلى مستوى بطولات العالم. ألا ترى أن في يعني خضم هذا هناك بلدان فقيرة تطمح إلى التواجد في المنصات التتويج، يعني ربما لن تجد حظوظها من خلال هذا البرنامج؟ Yes. The WSB. منافسة WSB World Series Boxing. We need the people. نحن نحتاج من الناس أن يستثمروا، نحتاج من المستثمرين والداعمين أن يستثمروا، وطبعا نعتمد على نظام الفرانشايز أو نظام الامتياز. وبالتالي الدولة أو الاتحاد الوطني لابد أن يميلوا أو يمولوا أصحاب الامتياز، وطبعا يجب أن يدفعوا للملاكمين
ما يسمى بالفرانشايز، وطبعا لابد أن ينفقوا عليهم فيما يخص التنقلات. الانتقال من بلد لبلد هو مكلف، ولكن الجميل والأحسن والشيء الجميل والأحسن هو أنك إذا تعاقدت بالورد سيريز بوكسينج فأنك تشارك بطريقة مستمرة على مستوى الدولة، وكل الفرق الأخرى التي تزور بلدك سوف تشارك في هذه المنافسات. وهذا يعني for the boxing fan. فان هذا يجني really فائده بالنسبه لمحبي الملاكمين، وهذا يعني وان محبي الملاكمه يشاهدون الفرق الكبيره والعدد كثيره تاتي الى بلدانهم. لنقل انا قطر لدي فريق دبليو اس بي، لنقل انا اوكرانيا وامريكا على سبيل المثال، وبقيه الدول تاتي هنا لكي تخوض منافسه ضد الفرق القطري فريق الدبليو اس بي، وبالتالي هم يتعرفون على خصال وعلى فنيات الملاكمين الاخرين. هذا يعني أن هذه الأصناف تحتاج إلى التمويل. الأيبة أنشأت مؤسسة تسويقية إذا تجني 50 مليون دولار، 50 مليون دولار من هذه المنظمة التسويقية، وطبعا هذه أو توزع على منافسات الاي بي بي، الا وهي منافسات الهواة والمحترفين، وبالتالي نحن انتهينا من هذا الشيء، وبالتالي الاي بي بي يستمر او منافسات الهواة والمحترفين مستمره. بالنسبه للدبليو اس بي، بالنسبه لمن يعطى الامتياز لتنظيم ملاكمه او منافسات الدبليو اس بي فانه يجني الاموال، وبالتالي يسعى له او يجعله قادر على جني الاموال وتوزيعها طبعا على الملاكمين. ولا تنسوا أن الملاكمين عليهم أن يدفعوا نظير الإجازة التي يتميزون به. بالنسبة للأيو بي والأيبة، الاتحاد الدولي للملاكمة طبعا لديها منظمة تسويقية ولديها عائدات أو العائدات التي تجنى من التغطية التلفزيونية، وبالتالي هذا الكل يساهم في تمويل المنافسات. هكذا نعمل وهكذا نمول المنافسات. سنستبق الرنين جوردر. لا عندي تكلمت عن التسويق، ولو اني انا اخرتها يعني النقطه هذه الى اخر الحصه، ولكن تكلمت دكتور عن التسويق. يعني حقيقه مثلا نحن نتابع بطوله العالم عبر قنواتهم، لكن شخصيا ارى هناك ضعف نوعا ما في التسويق للدبليو اس بي وللاي بي بي، لانه الى حد الان مثلا كقناه لم نشاهد ولم نسوق للاي بي بي والدبليو اس بي رغم البطولات التي قمتم بها والاحزمه التي تم نيلها. This will go through like in Qatar. طبعا سنبدأ خطوة بخطوة. وسنبدأ في البطولة العالمية في دولة قطر. البطولة العالمية تحديدا هو دولة قطر. سوف تؤسس لمرجعية. طبعا وسيكون لديها تأثير كبير على كل محبي الملاكمة والرياضة بطريقة عامة، وبالتالي الناس سيرون منافسات أكثر وأكثر. كيف يمكن أن ترى منافسات من الطراز العالي بالدخول إلى منافسات دبليو اس بي World Series Boxing والأي بي بي؟ إذا أنا أقترح أن يكون هناك مثلا فريق العربي أو فريق من كل العرب متواجد في دولة قطر، لنقول من كل الدول العربية. طبعا ربما سيكلف ذلك مليوني دولار. طبعا وبالتالي أنت تجلب أحسن الملاكمين وتؤسس لفريق عربي اسمه فريق الملاكمين العرب المتحدين على سبيل المثال، وبالتالي تجد زمرة الملاكمين الجيدين. مثلا منتخب الكوبا يتنافس ضد المنتخب العربي على سبيل المثال، وهكذا تزيد من الإثارة لدى الناس، وبالتالي أنت تحسسهم بمدى قيمة الملاكمة خطوة بخطوة. يا صديقي أنت تبني مرجعية وتبني لقاعدة جماهيرية محبة للملاكمة. لا تنسوا أن في دولة قطر هناك العديد من المقيمين الذين يسمون باللغة الإنجليزية بالإكسباتريتس، خاصة من الفلبينيين والكوريين والتايلانديين. كل هؤلاء الملاكمون هم متواجدون في دولة قطر على تحت مسمى الإكسباتريتس، وطبعا يمكن أن يدخلوا في منافسات الدبليو اس بي، ونحن نشجع الدول على أن تحتوي على الأجانب إذا كانت ستؤسس لفرق الدبليو اس بي، وبالتالي بإمكان دولة قطر أن تستفيد من المقيمين. أستاذ يوسف، دكتور رمى بالكرة في مرماك، فريق عربي في قطر، فكرة ناجحة وممتازة. صحيح، احنا ناقشنا هذه الفكرة، وأنا كذلك عضو في دبليو اس بي، وأنا حريص أن فعلا يكون عندنا فريق عربي موجود
ويكون في قطر كذلك. احنا كان عندنا رؤيتنا في 2017، لكن الان يمكن عملنا اجتماعاتنا وان شاء الله حيكون في 2016 بدايه النوالي هذا الفريق. واحنا الان طبعا بنقاش للاساسيات المطلوبه لهذا الفريق ان يكون مقره في قطر ويكون فيه لاعبين من الدول العربيه، لانه الحقيقه كل الامكانيات متوفره. صحيح. احنا من حيث المبدا ما عندنا اي مشكله، موافقين. نعم. وهي فكره طيبه. كانت عندنا هنا انت عارف يعني هي العمليه تحتاج ان يعني تجيب الدول العربيه. نعم. واقنعهم بهذه اللعبه وفكره هذه اللعبه. نعم. انا اعتقد ان احنا بدانا الان، واخذت حتى انا تقريبا الضوء الاخضر من الدكتور فو، ممكن احنا نشكل لجنه عربيه في البدايه، ومن خلال هذه اللجنه نستطيع ان نكون فريق متكامل للدبليو اس بي، وهذا اعتقد انه حيكون نواه في البدايه، حتى لو بدانا فيها في 2016 ممكن ننافس فيها في 2017. نعم. لكن انا واضع عندي التارجت او الهدف انه ممكن يكون ان شاء الله 2017 بدايه المنافسه الفريق العربي مع الفرق الاخرى الموجوده. خاصه استاذ يوسف، وانه في الدوره الاخيره دوره الدوحه للملاكمه الدوره الدوليه اللي كانت كاختبار لبطوله العالم. صحيح. كانت شاركت تونس والمغرب ومصر والعديد من المنتخبات العربيه التي شاركت، وانت كنت وقفت يعني على امكانيات الملاكمين، يعني بصراحه كانت هناك. صحيح. امكانيات فنيه كبيره، رغم تواجد المنتخب الهندي، رغم تواجد المنتخب الاسترالي، يعني كان هناك تتويج. صحيح. عربي هو حقيقه، المنتخب الاردني عفوا كذلك. صحيح، انا اتفق معك، والعراقي كذلك موجود. نعم. انا اتفق معك فعلا، الفرق العربيه قويه ولكن محتاجه اهتمام اكثر وصقله بشكل يناسب الفكر الموجود في الاتحاد الدولي. انا اعتقد دبليو اس بي يختلف عن الاي او بي، خاصه من خلال التاهيل، التدريب، المدربين انفسهم كذلك. نعم. انا اعتقد ان احنا الان بصدد حتى توقيع عقد الان مع مدرب عالمي في الدبليو اس بي في قطر ان شاء الله حيكون قريبا. نعم. هو مدرب كوبي. بالاضافه سوف نضع قاعده قويه من خلال تشكيل فريق عربي للدبليو اس بي ننطلق من خلاله، وانا اعتقد انه سيرى النور قريبا. وهذا كان اثناء حديثي مع الدكتور فو وكذلك مع المدير التنفيذي السيد كريم ابو زيد، هو حقيقه من يتعامل بشكل مباشر مع الدبليو اس بي وحقيقه داعم قوي، وانا اعتقد ان الايبا داعمنا بشكل كبير. حقيقه انا اتكلم من خلال هذا المنبر، احنا سوف نعمل على تشكيل فريق قريبا وسيكون قوي بنفس تنظيمنا لبطولة العالم إن شاء الله. دكتور وو، يعني تم تركيز أكاديمية في كازاخستان، وطبيعي جدا أي بلد ينوي وأي قارة يعني بإمكانها احتضان، ولكن تود وترغب أن يكون الأكاديمية على أرضها وعلى ترابها. يعني رؤية الاتحاد الدولي ورؤيتك شخصيا دكتور، يعني ألم يكن بالأحرى اختيار بلد آخر غير كازاخستان؟ لأنه حقيقة كازاخستان لديها من الإمكانيات، وهناك سياسة الدولة للرياضات الفردية تعطي أهمية كبيرة للرياضات الفردية والرياضات والملاكمة خاصة، عكس عدة بلدان ربما تعاني التهميش رياضة الملاكمة دكتور، يعني وكل الأموال تصب في خزينة كرة القدم. Okay. I think academy. أولا الأكاديمية أنشئت في كازاخستان، وأردت أن أنشئ هذه الأكاديمية. أنا كسيد وو وكرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، كل دولة تحتاج إلى أكاديمية. دون الأكاديميات ودون لا يمكن أن ترفع من مستوى الحكام، المدربين، الملاكمين والملاكمات، الطاقم الطبي وحتى الاتحادات الدولية من الناحية الإدارية. طبعا اذهب إلى الأكاديمية، تعلم، تدرب، انجح في الاختبارات واحصل على شهادة التأهيل واحصل على شهادة دبلوم، وهذا يعطيك الضوء الأخضر. هذا يعني أننا قننا الأمور أصبحت مقننة بالنسبة لكل من ينتمي الاتحاد الدولي للملاكمة. في الماضي لديك بعض الحكام يتأهلون من أفريقيا، لديك حكام يتأهلون من آسيا، والحكام الآخرين من أمريكا. فوضى بأتم معنى الكلمة، وحينما نأتي إلى المنافسات ترى الفوضى، وحينما تريد منهم أن يصوتوا لهذا الملاكم أو ذاك الملاكم تراهم يعملون فرادة وليس جماعة، وتراهم طبعا مشتتي ذات. ولكن بهذه الأمور من خلال التأهيل في هذه الأكاديمية، حينما استخدم standardization ألا وهو مبدأ التقنين في التعليم والتأهيل والتدريب، فأن الكل يكون سواسية كأطراف المشط من حيث الأداء ومن حيث التحكيم. هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الأكاديمية في كازاخستان، وهي أكاديمية جميلة صممت بطريقة
طريقة جميلة، وهي يمكن أن تحتضن العديد من الدورات التأهيلية. أكاديمية واحدة في كازاخستان ليست كافية، ونحن نبحث عن أكاديميات أخرى في القارات الأخرى البعيدة عن كازاخستان، وطبعا سوف نجد مكان في أفريقيا في زامبيا بالتحديد، حيث هي ستكون المركز الذي سنؤسس فيه أيضا أكاديمية. وحتى الجزائر البلد العربي الشقيق طبعا قالوا أنه يريد أن يبني أكاديمية أو كهدية للاتحاد الدولي للملاكمة. لا تنسوا أن إيطاليا أيضا وفي سيسيليا بالتحديد سيكون لدينا طبعا مثل ما تعرف مركز تدريب. في نهاية المطاف سوف نوزع الأكاديميات ومراكز التدريب في جميع أنحاء المعمورة، بالتالي نعطي الفرصة لكل الأشخاص لكي يتفتون على هذه المراكز. ومثل ما قلت لك لدينا هدف standardization وهدف التقنين والتوحيد وتوحيد الأمور بالنسبة للملاكمين والمدربين. وفي المستقبل المدربون سوف يكونون سواسية كأطراف المشط مثل ما قلت من حيث التأهيل والتكوين. نفس الشيء ينطبق على الطاقم الطبي وطريقة معالجة الملاكمين على الحالة. إذا نحن نسعى لمبدأ التوحيد وتوحيد الجهود وتوحيد التدريب لدى الجميع. نأتي إلى نقطة مهمة جدا بصراحة حسب رأيي دكتور، هي رياضة ملاكمة السيدات، يعني ثلاثة أوزان فقط يعني تشارك. يعني متى ممكن نشاهد في 2020 10 أوزان للسيدات كما هو الحال بالنسبة للرجال، خاصة أن هناك ملاكمات قويات بصراحة، وشاهدنا هذا في الألعاب الآسيوية، شاهدنا حتى في الألعاب الأوروبية مؤخرا. As president of the AIBA, كرئيس للاتحاد الدولي للملاكمة هو واجب علي أن أوجد المساواة بين الجنسين، بين جنس الذكور والإناث. خلقنا سواسية، وبالتالي أنا أريد أن أوجد هذه المساواة بين الذكور والإناث. هذا هدفي الأول، وأنا أسعى جاهدا مع زملائي في اللجنة التنفيذية، وأعتقد أن في البطولة العالمية التي تحتضنها مدينة طوكيو سوف يكون عدد الأوزان أو سوف نرفع من عدد الأوزان من 3 إلى 5. هذا وعد مني وأنا أعمل على هذا. 5 أصناف و5 أوزان في عام 2020، انتظرني وحاسبني. إذن سيد يوسف الكاظم، كلمة أخيرة من أجل بطولة العالم والجماهير والحضور الإعلامي والفعاليات الثقافية التي ستصاحب هذه البطولة إن شاء الله. أنا أقول شكرا لتواجد رئيس الاتحاد الدولي في قطر، شكرا لأعضاء المكتب التنفيذي كذلك تواجدهم في قطر، وأنا سعيد أنهم فعلا موجودين في قطر، شافوا المنشآت الموجودة، شافوا المرافق الموجودة، شافوا حتى الفنادق الموجودة. أنا أقول إن شاء الله بطولة العالم في قطر ستكون بطولة متميزة، سيتحدث عنها التاريخ، لأن قطر لديها يعني بنية تحتية قوية لتنظيم أي فعالية دولية. أنا أقول بطولة العالم للملاكمة في قطر ستكون نموذج يتحدث عنها جميع اللاعبين المؤهلين إلى سنوات قادمة إن شاء الله. شكرا سيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وشكرا جزيلا على سعة صدرك ورحابة صدرك دكتور وو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله قبل بطولة العالم. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله في لقاء قادم في بطولة العالم في الدوحة، الحلم الذي أصبح حقيقة، نستودعكم الله على أمل أن نلتقي بكم في قادم الأيام.